هيها واضحه شو المساله شو بتقول. عندي هون هاي فولتج سورس ساينوسويدال فولتج سورس له فريكوانسي مقدارها 50 هرتز. الفولتج الار اس فولتج تبعه 100 فولت. فكفيزر كيف بعبر عنه كفيزر؟ 100 فولت على زاويه زيرو. رح افترض انه هو الزيرو، اي شيء ثاني بصير بالنسبه له ليدنج او لاج. فكانه لو رسمنا احنا الفيزر دايجرام هون لهذا رح يكون هون عموله 100 فولت والزاويه تبعته زيرو بهذا الاتجاه. الكرنت ولا هذا رح يطلع؟ الكرنت المفروض يطلع لاجنج ولا ليدنج؟ باقي لانه ما في عندي اندكتيف لود. اذا اول شيء بدنا نبدا نعمله خلينا نحسب زد لهذول الاثنين. حتى احسب زد لهاي ال او الاكس تبعت ال ايش لازم اعرف؟ الفريكونسي او اوميجا. هي الفريكونسي مش هيك؟ اذا اوميجا شو بتساوي؟ 2 باي اف وتساوي 2 في باي 50 بتطلع 314 مش هيك؟ 314 ايش وحدتها اوميجا؟ راديان بير سكند. انت بالامتحان لازم كل شيء تحط له وحده، انت مهندس لازم دائما ايش تكون؟ ما بتحط رقم بدون وحده، دائما بتحط الوحده تبعتها. اذا هاي شو راح تصير اكس ال هلا هون؟ بتساوي اوميجا ال، اوكي؟ اوميجا عندي 314 راديان بير سكند وال بتساوي 50 ملي. ايش يعني ملي؟ 10 10 ماينس 15.7. فشو بيطلع معنا الجواب قديش؟ 15.707. هذه ايش وحدتها لازم تكون اكس ال؟ اوم. اذا زد هلا شو بتصير؟ زد بتساوي ار زائد جي اوميجا ال او جي اكس اكس ال. فبتصير عندي ار هون عندي 100 زائد جي مضروبه في 15 خلينا نسميها 15.7 وحدة زد ايش؟ اوم. هذا طبعا كومبلكس نمبر ما بقدر احوله من ريكتانجلر لبولر واحوله من بولر ريكتانجلر. اسهل لي هلا احوله لبولر ليش؟ اسهل لانه هلا راح اقول اي بتساوي في كفيزر على زد. فعندي انا في بتساوي 100 فولت على زيرو بدي اقسمها على زد، بدي الماجنتيود وبدي الزاوية تبعت ثيتا زد. هذا الكل فاهم شو يعني بولر؟ في حد ما عمره سمع كلمة بولر؟ ريكتانجلر؟ الشباب هناك عارفين بولر ريكتانجلر؟ اه هذا الشكل بولر لأنه له طول وله زاوية. الريكتانجلر بيكون له اكس وواي. إذا هلا هدول إذا لازم أطلع زد أحول زد، كيف بدي أحول زد هون لبولر؟ ياخذ هذا التربيع زائد هذا التربيع تحت جذر التربيع والزاوية. حد يحول لنا إياها ويحولها على الآلة الحاسبة؟ والزاويه 101 والزاويه قديش؟ 8.9 لاحظوا هذه كزد كزد هون رح تكون الزاويه بس الاي وين رح تكون؟ الزاويه تبعتها؟ لاني رح اطرحهم هلا رح اشوف اذا هون رح يصير عندي هذه 100 اد 0 على 101 اد 8.9 قديش تقريبا بتطلع؟ واحد تطلع تقريبا واحد مش هيك على اي زاويه؟ ماينس 8.9 ديجريز. اذا الكرنت لاجنج ولا ليدنج؟ لاجنج. اذا الكرنت رح يكون هون تقريبا الزاويه الصغيره هي 8 او تقريبا 9 درجات. هدول بلفوا هيك فلو انا حطيت لو واحد براقب من هون هذه عين اللي براقب من هون مين بيشوف بالاول؟ شوف فولتج بعدين مين بيشوف؟ الكرنت اذا الكرنت لا مش هيك لانه وين بنلف احنا دائما؟ مش هيك؟ هاي ايش وحدتها؟ هذا ار ام اس ولا بي؟ ار ام اس احنا اشتغلنا كل شغلنا كان ار ام اس فاشتغلنا ار ام اس. هاي ويف فورم شو راح تكون شكلها؟ ساينوسويدال. فلو انت بدك تحط الان ترجع تقول اي اوف تي شو بتساوي؟ شو راح تكون الفريكونسي تبعتها؟ اه فكر شو الفريكونسي تبعت اي؟ 50 راح تطلع. هذا لينير نتورك. اللينير نتورك بحط فيه فريكونسي هي بتحرك كل الفريكونسيز الثانيه. فالكرنت هون الفريكونسي تبعته راح تكون نفس الفريكونسي تبعت الفولتج. اذا لو بدنا نكتب اي اف تي مين يكتب لنا اياها؟ مين بحب يكتبها؟
لو اي اوف تي هلا شوف انا حطيتها هون حطيتها كابيتال اي معناها هون بمثلها بايش واو بتسميها as a function of t بدي احطها شو راح تكون ايش تفضل ساين بدي اضربها الان في ساين مش هيك اوميجا ايش راح تكون نفس الاوميجا اللي هناك 314 بلس تي بلس الزاويه مش هيك بس هي فعليا راح تكون ماينس الزاويه مش هيك انا هيك تكون ماينس 8.9 اصلا لازم احولها ل ريت مظبوط كله هذا هون بالريت راح تكون 8.9 على 180 في باي وبعدين هون ايش راح احط هون الاي احولها ل احط واحد لا ايش لازم احط الفي بي او الاي بي راح تكون واحد في جذر 2 ايش وحدتها هذا هو نفس هذا بس احنا لانه كل شيء بنفس الفريكونسي شو حول لكل شيء اشتغل لهون على الفيزر اشتغل بالفيزر كل شيء نفس الفريكونسي هاي ما تخبكمش ما تركزوا عليها كثير الكل فهم هاي كيف وصلنا لها الشباب اللي هون اه فهمتوا فاحنا هون حولنا زد هي فريكونسي زد عفوا هي امبيدنس حولنا امبيدنس لانه عندي هون اي سي هلا بضل احول من بولر ريكتانجلر زي ما بحتاج لو بدي اجمع زد 1 زد زد 2 شو بعمل ريكتانجلر حولها للريكتانجل يعني خلينا ناخذ مثال ثاني هلا بنرجع بنحل المثال السابق لو انا عندي زد بتساوي زد 1 زائد زد 2 وعندي زد 1 كانت 5 على زاويه مثلا 30 وزد 2 كانت 10 على زاويه 45 قديش قيمه زد ايكوفلنت اجمعهم بس ما بقدر اجمعهم هم مترون وبولر شو بدي اعمل؟ بدي احط اعطيني الرقم الريكتانجلر تبعهم هدول هاي بتصير 5 كوساين ال 30 ريل بارت زائد جي 5 ساين ال 30 زائد 10 كوساين 45 زائد جي 10 ساين 45 وتساوي تطلع 14 بوينت كلها جاهزة؟ لا 14.3 والزاوية 40 واضح يا شباب اللي هناك حولنا في حالات معينة بضطر احول ريكتانجلر عشان اجمع اذا بجمع او بطرح شو بحول؟ ريكتانجلر اذا بدي اضرب او اقسم شو بحول؟